الجمعة اللي فاتت غنيته الأخرى هز جوابي تصدر التوندونس على اليوتيوب في تونس. الشاب بشير فاهم روحه فاش قاعد يعمل تبديل لوك، استراتيجية جديدة وبرشا مشاريع في مخه. الفنان التونسي استدعانا باش نعديو بحذاه نهار كامل. الشاب بشير يرجع بكليب جديد، كنا حاضرين في الكواليس وحضرنا لكم متابعة خاصة. هذا كليب دز جوابي، الغناية خرجت عندها الجمعة تقريبا أكثر من 640 ألف مشاهدة. الشاب بشير اسم فني، اللون الموسيقي هو اللون الشعبي التونسي، لكن مخدوم بعقلية فناني البوب والراب. ثين أفريل 2012 الشاب بشير يحل القناة الرسمية متاعه ويعلن على بداية مشروع فني عنده خصوصية. النتيجة حتى لليوم قريب ل 150 مليون مشاهدة على اليوتيوب. هذا بشير التويلي، 35 سنة، تولد وتربى في حي الانطلاقة بالعاصمة. حكيته مع الموسيقى بدأت من الصغرى مع الإيقاعات البدوية والشعبية على الطبلة والبندير. خدمت في المارشي، في الخضرة، خدمت في سيكيريتي، خدمت بلومبي، خدمت برشا خدم اللي كنا معناتها برشا من الجيل في عمري انا كنا نخدموا برشا، معناتها نحاولوا انه نعاونوا عائلتنا ونخدموا ونوفروا ان نصرفوا على رواحنا. بشويه بشويه هكا هكا بدينا نكبروا، بدينا نتغرموا بالايقاع، بدينا نتغرموا. ثم عازفين في تونس كنا نحبوهم برشا، كيما طاهر بابوشه، كيما حمل بيجي، كيما سويح مبارك، هذيم العازفين اللي قاع اللي كنت نسمعهم. برشا ما يعرفوش ان الشاب بشير بدا يغني عام 2010 قبل برشا من نجاحات الكبار اللي عملهم. وقتها يسجل اول البوم في مسيرته، البارح بيت سهران. بعدها بعام تجي الخطوه اللي بدلت حياته ومسيرته، البوم عمي البوليسي، والاهم من هذا الكل الغنايه اللي صنعت نجاحه يحمي ما طارت. الشاب بشير مشي ويتمكن اكثر من الموسيقى، مشي ونحب نوصل موسيقي لاكثر بلدان، لاكثر جمهور، لاكثر ناس. حاليا توا رجعت، مش ما نقول ما نحبش نقول رجعت، اما باش نركز اكثر على الشعبي التونسي والشعبي الجزائري، معناتها باش نخلي نحاول نرجع للجلود، نحاول نرجع لصوت الطبلة، صوت البندير، صوت القصبة اللي يخرج بالحق، معناتها ناتوريل ونحسوا به واللي هو يوصل زادة للكبار وللصغار. 2014 الشاب بشير تعرف بخامة الصوت نتاعو، لكن الفضل الكبير يرجع للعروض المسرحية الكبرى اللي غنى فيهم غنية الحمامة طارت. كانت الفرصة الباهية بالنسبة لي أنا إني تعرفت على المخرج الكبير الأسعد بن عبدالله، تعرفت على صديقي رشدي بالقاسمي، عملنا عرض المنسية عملناه في كارتاج. حتى كي خرجنا الصحفيين تلمدوا على الفنانين اللي معايا، انترفيو، قول كلمة واعطي كلمة وهكا وهكا. كان العبد وليلة ما جاني حد وما كلمني حد. يوم الخدوة بدأت التليفونات تضرب، بشير سلام يكلمني الأسعد، يكلمني رشدي يجي معانا للراديو الفلاني. بالرغم أني ما كنتش نتصور أنها باش تعجب العباد بالصفة هذيك، وما كنتش نتصور أنها باش تنجح للدرجة هذيك. كنت ندخل للدار يجيني ولدي يقول لي بابا راي عملت 3 ملايين. ما نعرفش أنا بصراحة، معناتها الوقت هذاك مانيش متمكن مليح من اليوتيوب، نمشي نرقد على روحي. نفيق يوم تغدى بابا راي عملت 4 ملايين، للوصل تو ما شاء الله 100 مليون والحمد لله. أكثر من 3 سنوات رينا فيهم برشا أعمال، برشا نجاحات، أغاني اليوم تتشاف بالملايين، وأبرزهم أغنية الصبابة اللي خرجت في جويلية 2019 25 مليون مشاهدة تقريبا. هذا واحد من الاستوديوهات اللي يخدم فيهم الشاب بشير، تعاون ما بينه وما بين منعم دي ام سي، بدا من عام 2016 واليوم قاعدين نلمسوا في الحصيله هذه. عروبي خدمه مع بشير، خدمه ديما نحاولوا نكونوا مودرن، اما في الطابع العروبي
قاعدين ماشيين في الطابعة متاعه، أما بالحاجات الجديدة بالميوزيك نحاولوا ساعات ندخلوا الميوزيك الإلكترونيك في الطابعة متاعه العروبي، وهذا الشيء اللي الوحيد اللي منع به معناتها من الفنانين اللي يعملوا عروبي في تونس كل بشير هو الوحيد اللي توا قاعد عامل توندانس، قاعد يطلع في توندانس وقاعد يعمل في بيرفورمانس كبيرة معناتها بارابور للناس اللي تعمل كيفه في الجو متاعه وهو في الجو العروبي. بشير تتفهم معاه، بشير خد حس وقريب منك برشا تبارك الله، عنده القبول معناتها ما وش الكتيبة نكتب، عندي برشا حاجات كتب إن شاء الله كان سهل ربي نعملها في كتاب ولا حاجة. هاي بدأت مع الشاب بشير إن شاء الله، هذه فما زوز أخرين إن شاء الله جايين هاكو وحيدة وإن شاء الله ربي يوفقنا. حالياً الثنائي متاعنا مركز على جديد الشاب بشير، أغنية اسمها النبارة، الخدمة بدأت عليها من شهرين تقريباً وقاعدة تحضر الموسم الحفلة الصيفية، كان كل شيء لاباس. شربت المر وذقت الويل، شربت المر وذقت الويل، يا لا 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 رأيه يا عنبار. مش غنية تشبه الأختها، معناتها ديما نحب نغير في الستيل، معناتها مش هو مثال الستيل مشى معايا نلصق فيه ولا الستيل ممشيش معايا نسيبه، نحب ديما نبدل في الألوان متاع الموزيكا. هدايا أنا نمتاز بيه ويعرفوها كسوتي أنا بالنسبة للعروبي، راهي حاجة متاعي معناتها، رضعها في الحليب وشاربها في الدم معناتها، بلغتنا نحن كسوتي تخرج عليه وتواتيني، ما نهربش عليه برشا الستيل هذا متاع الموزيكا، ونخدم شوية في المودرن ونخدم شوية في نرجع للعروبي مودرن ونخدم شوية في العروبي عروبي صحيح. الشباشير استدعانا من بعد الكواليس تصوير كليب جديد جنية، دورنا جدا من نهار كامل وسط الطبيعة في واحدة من سواني منزل بوزلفة. تم فرق كبير ما بين الكليب الأولاني اللي خدمته في حياتي وما بين الكليب هذا، وبقدرة الله سامي العليم ما بين الكليبات اللي مش يجيو في جديد، معناتها خزرتي الكاميرا مش كيف كيف، تحريك مش كيف كيف، اللعبة كيفاش إنه يجي مخرج ولا سيناريست باش يعطيني ولا أنا تجيني فكرة كيفاش باش نلعب وكيفاش باش نقنع كيفاش نعمل الرول هذاك، يفرقوا بعضهم معناتها، مش كيما واحد أول مرة وقف الكاميرا، مش كيما أول ومش كيما آخر مرة. جنية أغنية شعبية في الجو الرومانسي، كلمات وألحان قيس السحباني، توزيع أشرف ساسي، والكليب سجلنا في حضور الممثلة لطيفة القفصي والفنان رشدي بالجسمي. أشرف احنا بشير عرفوا بعضنا من 2014، تقابلنا في أكثر من عمل، قعدنا 4 سنين ما شفناش بعضنا غير ما قعد يبعث لي حاجات وشنو جديد وكله متبع فيه ويشجعني ويشجعه. جات الفرصة اليوم علاش إنه بشير شافني في الخدمة هذه، قال لي رشدي نحب نشوفك في الخدمة هذه ونحب نشوفك دي في غامو حاجة جديدة. أول مرة ما تشوفونيش في الدنجري، أول مرة تشوفوني من غير حزام، أول مرة تشوفوني ممثل، تنساوش اللي أنا خريج المعهد العالي للفن المسرحي، على باز ممثل كيف كيف، فجات الفرصة إني نوري هاك لي تالون تاعي في فن التمثيل معناها أساساً أكثر مشتي. كانت مفاجأة الحق وقت اللي رشدي وشاب بشير اللي مون كونتاكتي، كانت لي مفاجأة، أما من بعد عجبتني الحق خاطر فكرة الكليب والسيناريو كل يتماشوا برشا مع المشروع متاعي والفكرة متاعي. اللي سي شنو الهدف من الكليب هو لا فالوريزاسيون دو نوتر باتريمواني ماتريال، معناها نمشيو فرد التوجه. دونك قلت علاش لي، وهما قالوا لي خوله معناتها انت اكثر انسانه تعطي قيمه لللبسه التقليديه، دونك علاش لي بوكو با، علاش ما تكونش انت حاضره معنا في الكليب. فريق عمل نشيط متكون من 11 شخص مركزين على ادق التفاصيل في التورناج ما بين تصوير اضاءه صوت ومكياج، هذا الكل يصير تحت اشراف المخرج ناصر فرج اللي يتعامل معه الشاب بشير للمرة الثانية بعد آخر أعماله هز جوابي. كما كل عادة بشير يبعث لي السيناريو معناها اللي يجي في مخه، المرة هذه السيناريو وسيناريو رشدي بالقاسمي، بعث السيناريو وشفنا شنو لازمنا شنو مش لازمنا، اقترحوا معناها هما الفنانين اللي باش يمثلوا معنا وتوكلنا على ربي، جينا لنا للثانية واليوم نهار التورناج ان شاء الله يتعدى تورناج باهي. الجنية ثاني كليب يقدمه الشاب بشير في عام 2021، من المنتظر انه الكليب هذا باش يكون حاضر على قناته الرسمية اخر شهر فيفري. اقرب لها بشير. مش عارف وسايب فيها، خايف ليسيبني الهبال، نوم الليل حرم عليا حبك وغرامي كتال.
الشبشير قاعد يتبدل شكلا ومضمونا، ولا لقي برشا وقت لروحه. أكثر من 25 سنة وهو يمارس في رياضة كمال الأجسام، اليوم الشبشير يرجع العشق الأول. ويت نف ديس لا دغنيه ستوب. مهمة كي نقول مهمة برشا نقصد مهمة إنه أول حاجة للبدن للسوفل للمظهر للوجه للإيماج بصفة عامة، إنك باش تمثل ولا باش تغني ولا باش تصور كليب ولا حاجة، فرق ما بين تكون إنسان سبورتيف نجم تسبيري نفس مليح وتنجم منظرك لائق، معناتها كي تلبس حاجة تواتيك، كي تبدأ تغني ولا تبدأ تعرض في السبيكتاكل نتاعك زادة سوف الحاجة ضرورية. في القاعة هذه ترنى الشباشير ثلاثة مرات في الأسبوع على الأقل، لهنا يلقى الراحة نتاعو يتخلص من ستريس وضغط الخدمة. عملنا له ان بيلون كومبلي، بيلون فيه 3 بروغرام، بروغرام نوتريسيون هذاك الباز تاع اللعبة نتاعنا، اونترينمون لهنا في الصالة، كومبليمون باش تعاونوا شوية في البيلون نتاعو. الشباشير بضحكوا لعبه 10 سنوات، فنان خلق روحه ستيل ومنذ خاص به في الغناء، واخذ برشا من الأغنية الشعبية التونسية، لكن مخه ذوقه محلول على المغرب العربي. الخدمة نتاعو متواصلة وفي تطور نهار بعد نهار. هي الحشمة تواتيك ياخذوا